رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. أول شيء نترحم على الوالد الشيخ غالب الأجدع رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وينقيه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، يا أرحم الراحمين يا ذو العرش المجيد. ثاني حاجة نرحب بالضيوف الكرام، وأهلا وسهلا بمن وصل وبمن اتصل وبمن رسل لنا أو أناب عنه. نقول لهم الجميع جزاكم الله خير، وعظم الله أجرنا وأجركم جميعا، وحياكم الله. وأول طلب أطلبه أنا يا حسن غالب الأجدع، وأطلبه من الجميع، أنني أريد صلح، صلح من قبائل اليمن كافة، صلح لمدة سنة إكراما للوالد الشيخ غالب الأجدع رحمه الله. فمن كان يكرمه ويعزه ويقدره، أو يكرمنا ويعزنا ويقدرنا، نطلب منه صلح، صلح لمدة سنة. الشيء الثاني، نريد أن نوحد كلمتنا وننسى المشاكل التي بيننا وأن نحلها. ونحن أبناء اليوم، والعدو على ما تعرفوا ناوي هجوم مأرب وفتح عدة جبهات للوصول لمأرب، ونحن للأسف متفرجين، لا عاد تواصل بيننا ولا أي شيء. فنرجو الجميع أن احنا نوحد الكلمة ونعتصم بحبل الله جميعا، ولا نتفرق، ونحافظ على ديننا وعقيدتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الحميدة. وأطلب من جميع التكاتف، ونطلب من مراد الكل أن احنا نحدد رأينا ونحدد موقفنا باتجاه الأرض المغتصبة من قبل العدو. فالله قد جمعكم في هذه المناسبة، ونرجو أن احنا نتم على خطوات عملية وأن نتم عليها. هذا رجاءنا، رجائي أنا وأخواني وبناء عمومتي، ولا أستغني ولا أستد من آباء مشايخ مراد، ولا من أعيان وجهاء مراد، ولا من أي فرد من أفراد قبيلة مراد. هذا ما عندنا، وجزاكم الله خير، وعشر الله خطاكم، وأهلا وسهلا الأول والتالي ومن بيحضر فيما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.